Enter radio in plane. في هذه الحصة هذه إن شاء الله غادي نقوم بواحد القراءات في المجلة العربية على الكاريكاتور ونجاوبوا على بعض الأسئلة اللي كتطرح في المجموعة ولا خارج المجموعة. أسئلة ديال الناس كيعرفوا نادي فوهي المشكلية ولا ما كيعرفوش. مهم جميع الأسئلة اللي متعلقة بالكاريكاتور نحاول نجاوب عليها. انا والصديق اللي تعرفتوا عليه محمد السعداني اللي كانت الحصه الثانيه مخصصه له ونبداو بهذه الطريقه. انا غادي نقرا هذه المجله وانتم غادي تقدوا تتبعوا مباشره على الشاشه شنو كنقرا حيت ما لقيتش شي وسيله احسن باش تشوفوا داكشي اللي كنقرا وميمطون كتعرفوا عليه عبر الصوره. هي بالعربيه كتقرا كاريكاتير، ما عرفت انا شخصيا علاش، ولكن هي هذا الاصطلاح هو اللي كان لاحظ ديما. اذا الكاريكاتير صوت صورة الساخر من المجلة العربية الرياض. هذا تقديم. في دراساتهم متفرقة حول عصر الثورة الاتصالية الجديدة يتفق معظم الدارسين الاجتماعيين والباحثين الإعلاميين على أن عصرنا الحالي هو عصر الصورة بامتياز، وعصر الكلمة الخاطفة المعبرة المتماشية مع الريتم السريع الذي تتميز به وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. إلا أن ما يثير تساؤل بدهشة أن هناك فنا عتيقا سبق هذه الثورة الاتصالية تنطبق عليه تماما سمات عصرها من حيث كونه صورة تعبر بشكل خاطف وسريع عما تعجز عنه الكلمات الطويلة. إنه فن الكاريكاتير، ذلك الفن العريق الذي سجل حضورا قويا فيما مضى وازدهر إبان ازدهار المنشورات الورقية، وذلك من خلال رصده للظواهر السياسية والاجتماعية وتسجيلها بصورة معبرة. فلا تكاد تخلو صحيفة أو مجلة ورقية من صفحة تحتفي بالكاريكاتير، حتى أن بعض المطبوعات تضعه في صدر صفحتها الأولى أو صفحتها الأولى الثانية. يطلق الصحفيون هذا المسمى ديال صفحتها الأولى الثانية على الصفحة الأخيرة من مطبوعة الورقية. وكأن فن الكاريكاتير عندما جاء العصر الذي يحمل سماته الفنية بما يدفع للتوقع أن يزدهر معها، وإذا به يشهد تراجعا وانحسارا شديدا عن المشهد الإعلامي في وسائله الحديثة، حتى فقد وجهه الذي كان يحتفظ فيه حين كانت الصحف الورقية تدخل معنا إلى دورنا ومكاتبنا لنفتح طياتها ونطالع مباشرة صفحة الكاريكاتير. هذه المفارقة دعتنا في المجلة العربية إلى طرح عدد من التساؤلات عن كتاب وإعلاميين ومتخصصين في فن الكاريكاتير. تتناول إضافة إلى ما سبق محاور أخرى حول مصير تلك الأسماء التي قادت الرأي العام من خلال هذا الفن، لتدعنا هذه التساؤلات في قلب الإجابة أيضا عن أسباب انحسار هذا الفن وتراجعه من ناحية حضوره وقوة تأثيره السابقة.
يطرح كل ذلك تساؤلات أخرى بشأن العمر الافتراضي لهذا الفن. هذا الأمر هذا مهم. هما كيطرحوا في هذه المجلة هذه العمر الافتراضي لهذا الفن. هو اللي شفنا في الحصة الأولانية وارتباطه بالمنشور الورقي ومصيره مع التحول نحو النشر الإلكتروني، وهل أسباب ذلك تعود للرسامين أم للمسؤولين عن النشر الإلكتروني أم لأسباب أخرى، كما نتساءل فيها مع كتابنا في هذا الملف. ولم نغفل سؤال متخصصين من رسامي الكاريكاتير عن صنعتهم، فهم أدرى بشأنها، فكان السؤال حاضرا لهم: أين أنتم اليوم؟ ولماذا كتب عليكم الغياب حين جاء عصركم، عصر الصورة؟ أتمنى بأنكم تكونوا فهمتوا جميع الأمور هذو سؤالتها. هذه هي الدخلة ديال المجال الخاصة بالكاريكاتير اللي كطرح واحد الأسئلة مهمة خاصنا نتوفقوا في تحليلها، لأن كل شيء محلل هنايا تقريبا كل شيء، ماشي كل شيء كل شيء بالضبط، ولكن كاين واحد المعلومات بزاف اللي غادي نقدروا نشوفوها هنايا. وباش ما تكونش عاوتاني القراءة مملة من غير الموسيقى اللي كتسمعوا، غادي ناخد واحد المثال عالي وكبير في العالم العربي اللي يمكن كتعرفوه ولا ما كتعرفوش. ما نطولش عليكم، نمشيو مباشرة للصفحة 12، فيها واحد المقال يمكن كتعرفوا هاد الشخصية هادي، حتى إذا ما كتعرفوهاش بالوجه ديالها يمكننا نعرفوها عن طريق حنظلة اللي كان هو الرمز وشكل ما الإمضاء ديال ناجي العلي، الرسام الذي لا يتكرر. المقال كتبه سليم النجار من الأردن. كيف كنشوفه هنايا، ناجي العلي جعلنا نقول: لا معنى للنظر إلى الوراء إلا لمعرفة أين نحن الآن. ونحن نحاول، إذ نحاول قراءة الماضي الذي لم يمضي بعد، نحاول أن نتجاوز سؤال الحياة إلى سؤال الوجود الحر التي تحقق فيه الذات حرية محاكمة الذات نفسها. هناك لاحظوا بأن السؤال شوية فلسفي. اليمين الفوق هنا كيبان عكس ما نشاهد اليوم من حيال الكثير من رسامي الكاريكاتير إلى المواربة وعدم الوضوح، لذا لم نعد نرى لوحة الكاريكاتير تخلق نقاشا بين مختلف شرائح المجتمع العربي كما كان يفعل ناجي العلي. إذن هنا هذا هو الشخصية اللي هدرنا عليها، ما كاينش زعما شي واحد من الماضي اللي كان ندوي عليه دابا ما كيعرفوش، كان عنده واحد الإشعاع عالمي. ناجي العلي وتجاوز الهويات الضيقة، هذا العنوان. مرت 32 عاما على اغتيال رسام الكاريكاتير العربي الفلسطيني ناجي العلي، ويبقى السؤال حاضرا بقوة: هل جاء أحد من بعد غيابه ليثري هذه التجربة الإبداعية؟ هنا لا نبحث عن إجابة تقليدية أو منقات، بل السعي لإجابة تكشف تجربة هذا المبدع العالمي التي أصبحت تتجاوز الجغرافيا والهويات الضيقة لتنطلق نحو رحاب الإنسانية. ناجي العلي الذي عاش حياته وهو يحمل ريشته
ينقل أحداثا كبرى حصلت في عالمنا العربي، وقضيته الفلسطينية كانت صندوق بريد يتم من خلاله إيصال صوره إلى العالم. وكانت شخصيته حنظلة الساعي الذي يحمل رسائله. وهذا ما لم يعرف المتلقي العربي أن شخصية تتكرر يوميا في رسوماته، ومع ذلك يمتلك القدرة على الإدهاش على صعيد الفكرة. والمفاجأة لدى المتلقي بصورة التي تعطي أكثر من معنى. وصدق الصينيون عندما قالوا إن الصورة بألف كلمة، وناجي العلي حقق هذا الرقم القياسي، ولم يستطع أي من مجاليه تحقيق ما فعله العلي. ناجي العلي الذي علمه السجن فن رسم الكاريكاتير، فكانت رسوماته الأولى في سجن بلح بلبنان العام 1960 عندما تم اعتقاله على إثر مواقفه السياسية وانتمائه لحركة القوميين العرب، ما أثار حفيظة السلطات اللبنانية آنذاك وقررت اعتقاله. كان هذا الاعتقال بداية انطلاقته إلى العالم، فرسم أول صورة لحنظلة على ظهر علبة السجائر، أي أن حنظلة الطفل ولد في السجن، وهذا لم نعرفه في عالمنا العربي، أن يولد رسام في غرفة مغلقة لا تتعدى مساحتها أمتارا. تعلم العلي من هذه التجربة الحب، حب الناس، ولم يتعلم فنون الكراهية والحقد، بل تجاوز ذاته وألمه. وبدأت رسوماته تعبر عن مكنونات إنسانيته، وهذه مفارقة. أن يخرج مبدع من معتقل ويبت حبه وفنه للناس على اعتبار أن الفن رسالة إنسانية وليس وسيلة للحسابات الشخصية أو أداة لبت الكراهية. أيقونة فنية، عنوان. يقول رسام الكاريكاتير ناصر الجعفري: جيلي من رسامي الكاريكاتير العرب تأثروا بمدرسة الشهيد ناجي العلي، وبعد هذا الغياب الطويل لم يأتي أحد ليحل محله. صحيح أنه لا أحد يحل محل أحد بالمعنى الفني، لأن كل فنان تجربته وخصوصيته، لكن ما ذهبت إليه أنه لم يأتي أحد بنفس مواصفات وقدرات ناجي العلي، الذي جعل المتلقي العربي ينتظر رسوماته كل صباح. وهذا ما لم نعرفه في عالم فن الكاريكاتير. وطبعا هناك أسباب أخرى، ربما الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي عاشها ناجي العلي، حالة لم تكرر، لذا اكتسبت حالته فرادة. وهناك سبب آخر، أن الأجيال التي تلت ناجي العلي انحازت لتقنيات هذا الفن أكثر من انحيازها للفكرة، واستفادت من ثورة اتصالات وانفتحت على التجارب الفنية العالمية. لكن ببساطة يظل ناجي العلي من خلال صراحته وجرأته غير المسبوقة أيقونة فنية. امتلك ناجي العلي قدرة على اصطياد اللحظة الصادمة، ومن خلال رسوماته وخطوطه السريعة كانت لقطته السينمائية تصل بسرعة لذهن المتلقي دون عوائق، كما أبدع من خلال توظيف تحويرات والتضليلات البسيطة بصمة خاصة به، ورغم بساطتها استطاعت أن تخترق كل الحدود، على عكس ما نشاهد اليوم انحياز الكثير من رسامي الكاريكاتير إلى المواربة وعدم الوضوح في حالات كثيرة. لذا لم نعد نرى لوحة كاريكاتير تخلق حالة من الغضب أو الرضا.
وتخلق نقاشا بين مختلف شرائح المجتمع العربي كما كان يفعل ناجي العالي. هذا هنا من الأسباب اللي خلتنا نصوب حنا هذه الحصص الرمضانية ونحوروا على الكاريكاتير، لأن بصح ما كاينش واحد النهضة ديال الكاريكاتير. وحتى من بعد 2015 اللي قلنا بأن الكاريكاتير ممكن لا تعاود تاخذ الأمام، ما لاحظنا شي حاجة كثيرة. معنيتها هي اللي قلت في الحصة الأولى، كتعاود ترجع لذاك النقطة ديال النسيان ولا النزياح. وفوالا، هاد المسائل هادو راه ماشي غير بوحدي كنهضر عليهم، كل شيء كيقول بأن هو ولا واحد المنتوج ديال الاستهلاك. إذا نكملوا باش ما نخرجوش على الموضوع، هذه غير بين قوسين. عنوان: النموذج الأعلى. وهذا سر اعتبار ناجي العلي النموذج الأعلى لأي فنان من المبدعين، الذي حصل على تكريم من صحيفة ساهي اليابانية عندما اختارته واحدا من أشهر 10 رسامي كاريكاتير في العالم، كما وصفه الاتحاد الدولي لناشر الصحف في باريس، الذي يضم ناشر الصحف من 28 دولة، بأنه واحد من أعظم رسامي الكاريكاتير، ولهذا تم منحه جائزة القلم الذهبي. ويمنحها الاتحاد سنويا دعما لحرية الصحافة، وهذه الجائزة هي أول جائزة يحصل عليها رسام كاريكاتير عربي. إذن هنا كان كيبنى بأن هو الأول اللي كيعرفوا العالم العربي، كيعرفوا العالم بأنه عربي، وصوب واحد الحاجة خارقة للعادة اللي جعلته هو البداية بالنسبة للتاريخ اللي عندنا بيانسور بين يدينا ديال الكاريكاتير عند العرب. ناجي العلي فولكلور جميل ومزيج من الخرافة واليقين، ورحلته مع حنظلة الذي يسمع الحكايات ثم تنسج حوله ولا يصدقها، ورغم ذلك يحولها إلى رسومات لعله يصدق ما سمع وعرف وفكر فيه جراء ما سمع. فهو العفوي الفطري، الأمر الذي نفتقده اليوم. فالحسابات والتقنيات جعلت من رسامي الكاريكاتير يفتقدون ميزة ناجي العالي. خرج ناجي العالي إلى الحارات حاملا طباشيرة ليرسم على الحيطان دموع أمه وحزن أبيه وجوع إخوته وسراب أحلامه. كانت الطباشير بيضاء، لكن خطوط الرسم كانت سوداء في العمق. السؤال الآن: أين الرسام العربي في أيامنا هذه الذي استطاع تحويل بياض الطباشير إلى السواد، أي ذلك الرسام الذي يتابعه آلاف القراء العرب كل صباح كأنه رغيف خبزهم اليومي؟ لعل الذي جرى إغفاله أو السؤال المسكوت عنه: من الرسامين العرب كتبوا مدونتهم الشخصية كما فعل ناجي العلي وعلى طريقته المتفردة؟ أنا اسمي حنظلة، اسم أبي مش ضروري، أمي اسمها نكبة، ولدت 1967، جنسيتي مش فلسطيني، مش أردني، مش كويتي، مش مصري، مش حدا. باختصار معيش هوية ولا نواي، محسوبك عربي وبس. التقيت صدفة الرسام ناجي وقلت له: حنظلة بن عامر الأنصار. فلسفة مركبة. عنوان: ولعل ناجي العلي من أبرز رسامي الكاريكاتير الذي أثار فلسفيا إشكالية العلاقة المركبة بين الذاكرة والطبيعة. هذه الذاكرة
المتلاعب بها، فكانت رسوماته تأتي في سياق ربط العلاقة بين الذاكرة العربية والطبيعية من خلال شجرة الزيتون التي هي رمز ثقافي عربي تجده في كل قرية ومدينة في عالمنا العربي. لقد بشرت أعمال ناجي العالي بالانتفاضة الفلسطينية الأولى التي ولدت بعد اغتياله بخمسة أشهر تقريبا. ففي الكثير من رسوماته يحتل الأطفال دور الجنود، فيما الحجر هو السلاح المقدس الرخيص الثمن المتوافر في كل لحظة والقادر على دك حصون المحتل. هذه النقلة النوعية في تجربة ناجي العالي من الرصد إلى التبشير بدأت في العام 1975، أي قبل اندلاع الانتفاضة بعقد من الزمن، وهذا ما نفتقده اليوم، إذ لم نسمع أو نقرأ أو نشاهد فنانا يستطيع التنبؤ رغم الأهوال التي تتعرص لها أمتنا العربية. كان ناجي العالي يطمح أن يأتي اليوم الذي يرسم فيه دون التعليق على رسوماته بالكلام، لكن الموت باغت حلمه. وأختم بتكرار قول كونفوشيوس: إذا عرف المرء طريقه في الصباح فلن يبالي بما يواجهه في المساء. نهاية هذا المقال. هذا المقال أنا تأثرت به لأن كرجعنا للوراء، كخلينا نشوفه واحد الوقيتة اللي كان فيها الضغط على العالم العربي، وكانت القضية الفلسطينية هم الجميع، كانوا جميع البلدان العربية مرتبطة بيناتها، وكتدافع على فلسطين وعلى أرضها المقدسة وبقت اليوم. لاحظنا بأن السيرة ديال واحد الفنان ديال الكاريكاتير هي سيرة فنية، بحيث الفنان كينتظروا منه الناس واحد الحاجة غير اعتيادية. وهنا عندنا بزاف ديال العلامات اللي كيشيروا لهاد المسائل هادو. ناجي العالي غني عن اي تعريف. ملي كنبداو نقراو المجلة كنتعرفوا على الكاريكاتير شوية بشوية. كاين عدة نظرات ولكن كلها كتجتمع في هادوك المسائل اللي ذكرهم محمد سعداني في الحصة الثانية. وهنايا كتولي عندنا واحد السيره ديال الكاريكاتير اللي كتبان في العالم العربي مرات ضعيفه ومرات غنيه بحكم ان ما كاينش واحد الفن ولكن كاين الكاريكاتير. كنعرفوا بان المجال الفني في سنوات ولا فترات كان كيضعف وكيعاود يرجع. كان عنده واحد الجيل اما كيمارس التقنيات اللي كيعرف، داكشي اللي كيعرف، ولا كيبدل كيختفي. كاين بزاف ديال العوامل اللي خلاو الفن في العالم العربي محبوس في بعض المسائل وكيقلد داكشي اللي ماجي من العالم النامي بين مزدوجتين لي بيي ديفلوبي
من مدارس وطيارات وكل شيء. وحنا حسينا كجيل من ديال الثمانينات بان عندنا واحد لو غوتار، واحد التاخر بالنسبه لداكشي اللي طرا في عالم الفن. ولكن ملي كنزيدو نوعاو بالميزه اللي عندنا في العالم العربي، حيت ما مطراش واحد التغيير اللي هو كبير، وكاين واحد المجال شاسع باش نعبروا على داكشي اللي كيمسنا. لاحظنا بان هادشي غادي يجي، ولاحظنا بان عاوتاني ما كاينش واحد التاخر اللي جينا نشوفه، لان ملي كتحبس الفن في واحد الحقبه، ملي كيطرى واحد الازمه فنيه كيبقى الفن في العالم المتطور كيعاود يرجع للتاريخ باش يلهم ويعاود يجهز واحد الصيغه جديده اللي كتوري لنا ولا كتعرف لنا الفنون الجديده. في هذه الازمه هذه بحال قلتي تقدينا في مستوى واحد، خصوصا مع العولمه والتكنولوجيا، ودخلت حتى الكاريكاتور، دخلت في عالم الانترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي، ولات الجريده الالكترونيه. هذا المصطلح بالذات ديال الجريده الالكترونيه كان في الاول غير مقبول، ولا ولفوا الناس دابا الجريده الالكترونيه كينطقوا بها حيت ما لقاوش شي بديل، وفوالا خداو المسائل اللي كاينه. دور ديال المجتمع انه يأتت لواحد الحاجه اللي هضروا عليها الناس اللي كانت واللي عندها واحد المستقبل، لان ما كان نوقفوش الكاريكاتور هنايا، بالعكس كنعطيوها واحد الامد وواحد النفس طويل. اللي في العالم العربي عنده داك الطينه ديالو لقاها، ولكن كنشوفوا بانها ما غرقاتوش، ولكن طلعاتو الفوق العالمية وخلاته ينفتح ويكون واحد نوع من المساواة ما بين الفنانين بيناتهم داخل الجمعيات، داخل المنظمات، وهنايا كاين واحد الانصاف للرسام الكاريكاتور. اذا جميع الناس اللي كيخافوا على هذا الفن انه يندثر، كنظن بانه كيدوز من ازمات حتى هو بحال جميع الفنون وجميع التيارات، ولكن باش ينضطر ما كنضمنش، لانه كون جاي ينضطر كون ما يكونش عندنا واحد التاريخ ديالو بعدا، هي الاولى، وما قبل التاريخ كيف ما شفنا ما يكونش عندنا اثر عليه نهائيا. وهذا الامر هو اللي كيجعل الشباب اليوم انهم يفكروا ويزيدوا يدعموا هذا الفن هذا، ويعطيوه القيمه ديالو، ويخليوه ينمى. حيت اذا بقينا كنقارنوه مع فنون واحده اخرى ما كيتنماش، ولكن اذا لقيناه مع فنون واحده اخرى كيتنمى، لانه هو كيصدر نوعا ما واحد النقد تجاه الفنون الاخرى. عنده هاد لو رول هذا، وعنده هاد لا كاباسيتي هادي، يعني حتى كنلقاوه في لو تياتر، كنلقاوه في السينما، كنلقاوه في الرقص، كنلقاوه في النحت، كنلقاوه في جل المجالات اللي كاينين عبر الصحافه او هكاك انديبوندون مستقل على داكشي اللي كنعرفو. اذا غادي ندوزو للاسئله والاجوبه ديالكم، وشكرا بزاف للناس اللي ساندونا في هذا الورش. هذا هما حصص، ولكن كيف ما شفتيو ال سون بارتيسيباتيف، واحد يمكن له يشارك باللي عنده. وتوصلنا بعدة كاريكاتورات من الناس ديال الجمعيه المغربيه ديال رسامي الكاريكاتير، صيفطونا بعض الكاريكاتيرات احنا نشوفوهم دابا.
هنا أنا كنكتشف معكم في نفس الوقت. واخا أنا ما بغاش يتحل. لا هو تحل. شنو طري بحال في الساعة 6 ديال الصباح ولا العشية؟ كورونا وتجار المآسي، غادي نحلبو كورونا نحلبو المآسي. صباح طايح اليوم المازوط طوسيا. هادي زوينة هي ديال واحد الرابر مغربي. هادي عندها واحد القالب اجتماعي، هنا كنشوفو الجانب التربوي ديال الكاريكاتير اللي عندنا مهيمن بزاف الصحافة المغربية. مخرجينش غير سير في حالك، فيق تحفر القلب مسكين. كلها فاش مشغول، ولكن كل شي في كل الناس في دارهم. هادي شنو ممكن لها تعني؟ المهم شكرا. شكرا على الوردة. هذا بلا ما نقول لكم شكون هو معروف. حتى هذا راه معروف، البرامج ديالو مره مزيانه مره ما تستحقش تشاف. هاي 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 هادي خطيرة. هادي الدفعة الثالثة، جنات بطاقة الفنان الدفعة الأولى فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الدفعة الثانية فيها 1 2 3 4 5 6 7. والدفعة الثالثة شحال يكون فيها؟ 4. ما فيها والو. هذه كتعكس الوضعية ديال الفنان في المغرب واحد شوية. وما ننساوش بأن كاين بزاف ديال المتلبسين. هذه بلا ما نهدر. حرية فري عمر راضي. الشخص هذا كنعرف واحد الصديق اللي تابعو من الاول، وعارف المحنه اللي داز منها هذا في ارض الواقع، وباقي حتى لحد الساعه كنتابعو الاخبار ديالو ولكن بانقطاع. نتمنوا بان المغاربه ديالنا ما يبقاوش عرضه لهاد المسائل هادو. حنا دابا كنشوفو في ظل هاد الجائحة كاينين مغاربة كيتنساو، كاينين مغاربة عندهم أولوية، وفوالا حنا دابا كنشوفو واحد العالم جديد، مشاهير المغرب جديد. خاصنا نغيرو شوية من السلوكات ديالنا ونزيدو نتحدو، لأننا أقرب من أي وقت فات لهاد العالم الجديد ولا المغرب الجديد بالنسبة للناس اللي ما يمكن لهمش يشوفوا العالم بأسره. وهذا أمر يمكننا نتفهمه، يشوفوا غير المغرب، الحالة ديال المغرب وديال الناس اللي خارج المغرب. خالد شنو رسمنا؟ ديلي تيليغراف. هذا ترامب كيهرس في اليد ديال تمثال الحرية، وتمثال كيبقى يا تمثال. اذا هنا كنهضروا على الحريه بالدرجه الاولانيه، وترامب كيهرس القلم،
كيطيح اليد بسبب القلم. اذا ما مشاش للقلم مباشره، مشى اليد ديال الحريه. هنايا عندنا داك الشعله لو فلامبو ولا الفلام، هي القلم. وهذيك الفلام كسوا في لي جو اولمبيك ولا في متظاهرات واحده اخرى، هي واحد الحاجه اللي كيحملوها جميع البلدان في ظل السلم والامان وجميع القيم الساميه اللي باغين نحافظوا عليها ونعيشوا في انسانيه وفي كرامه. وزيد كاع داكشي اللي ناقص كنلقاوه في ظل الحريه. هذا بلا ما نحتاج نقول لكم، وانا ما كنبغيش نقول لكم باش نخلي الذكاء ديالكم هو اللي يقول، ماشي حيت ما عارفش عارف راه هذيك حاجه مفروغ منها، ولكن كنخليكم نتوما تكتشفوا، لان الكاريكاتير الناجح هو اللي كنعرفوا مباشره الشخصيه اللي كيقصد بنفس الريشه ولا بنفس القلم. رونالدينو، لا قلتها. واحد اللاعب ديال الكره واحد اخر، واحد الشخصيه معروفه في العالم الديني. شكرا للجمعيه المغربيه لرسام الكاريكاتور LMC اللي جات علينا بهذا الشيء. سعيد سي مصطفى من تركيا صفت لنا هاد لي كاريكاتير، كنشوفو بدون يتحلو اخرين، كنشوفو الكاريكاتير على كورونا. هو موضوع كبير في هذا الوقت هذا، واللي كي متمثل فيه الموت، عنده علاقة بالاعدام ديال مصطفى يلديز. الحدود بيني وبينك، وهذا زوين هذا حيت كيورينا الخوف من كورونا العالمي. وخا نكونو زعما في جزيره جوج ديال الاشخاص ملتزمين بهذا. Enter radio in plane. هذه تاهي مزيانة، طريق إلى الموت ولا طريق إلى كورونا. كما كتلاحظوا كاريكاتور بسيط، الفكرة اللي هي مهمة، ماشي زعما شي رسم زعما خاص يكون عندنا قدرات هائلة في الرسم، ولكن الفكرة تعبر عن هذه. الصراحة كنظن بأن كورونا تبعنا تل الموت ولا كتهدد الجميع، ما عرفتش بالضبط كيفاش نفسرها لكم، ولكن زوينة. هنا كورونا والحرب، بيان سور ملي كنقولو كورونا فيروس كنعرفو بأننا كنهضرو على النوع ديال كوفيد 19 اللي فيه تا هو دو سوش،
فيه الخطير والأقل خطورة. هنا هذه فاش مهمة كطرح بزاف ديال التساؤلات، حيت كاين اللي هدروا على الهجوم ديال هذا الفيروس هذا كحرب كنقودوها، وبما ان جات هذه الحرب هذه غطات على واحد الحرب واحدة اخرى اللي كاينة موجودة. الور كنظن بان هذه الشخصية هذه خايفة من الحرب ولا هاربة من الحرب، ولكن ما بين هاد جوج حروب كتمشي حرب وكتجي حرب، وهي فيها تهي الذكاء وفيها المقارنة. الموت بكورونا ببساطة. هنا السلم، وهذا كاريكاتور تا هو بسيط ولكن الرمزية ديالو كبيرة. حتى السلم خاصو يحمي راسو من كورونا، ولا حاجة واحدة اخرى، ملي جات كورونا سقط داك عرش الزيتون، حيت كاينة الكمامة وكنعرفو بان الطائر ما يمكنلوش يشد من غير برجليه وبالمنقار ديالو، كيفاش خلاو السلم جانبا ودازوا الكورونا. ونتمنوا بان واحد يعطي درس للاخر. هذه من يصطاد الفراشة ومن يصطاد الانسان، زوينه هذه. هادي عاوتاني بان هادي نسمع انا الحجر الصحي، حيت هم حوايج كيطراو كيتسماو باسم الحجر الصحي. الحجر الصحي العالمي دابا حتى هادي عاوتاني حتى هي من كورونا، بصح ما خلاتناش نخرجوا للشارع. وشحال من واحد ماشي هذا هو الاول ولا الاخراني اللي شفتو مثل كورونا بهذه الصفه هذه، بانها واحد مخلوق اللي كيتسارى في الشارع، وماشي صغير زعما ماشي ميكروسكوبيك ولكن كبير، لا طاي دي فوا دان نوم دي فوا بلو غران دو طاي دي فوا فهمتي جيغانتاسك. كلهم شافوا كورونا بالخضر، الوغ كو اللون ديالها ماشي هو الخضر، عطاوها بزاف الالوان، داروا الموضه في كورونا، لان الصحافه هي ملي كتبغي تاخذ واحد الصوره ديالها كتاخذ شي حاجه اللي صوبتها هي. كل ميديا خاصو يبدل واحد شويه يدير شي حاجه مغايره، وهنا ترى واحد النوع من الاتلاف حتى هو. ونتمنى ان نحلو عينينا على عالم جديد. هذا هو المبلغ ديالي الاولاني، لان في هادشي كامل كاين بزاف ديال الخلط كيف ما قلت. اذا دابا نمشيو للاسئله والاجوبه اللي نتمنى الله انها تنفعكم كحصة متكاملة. بالنسبة للأسئلة غادي نحاول ترجمهم بعد مرات. عندنا الأسئلة ديال زينب، جميع الأسئلة ديال الكاريكاتور اللي عندي يمكن يبانو خارج الموضوع، ولكن كلهم كيمشيو في سؤال ديال كيفاش غادي انيمي واحد الكاريكاتور، كيفاش غادي نحركها، وشنو هما لي لوجيسيال ولا البرامج اللي يمكن نستعمل
فين يمكن لي نتعلم وكيفاش نحول الرسوم ديالي الفيلم قصير؟ الجواب غادي نسمعوه مع سي محمد السعداني. Question de Zineb. Toute ma question pour la caricature sont peut-être hors sujet. Elles vont toutes dans le sens de comment animer ma caricature, quel logiciel utiliser ou apprendre, comment transformer mes dessins en court-métrage. Bon, les questions, bien sûr, ne sont pas hors sujet. Blacks, ils sont le sujet. Parce que Kenny des caricaturistes, d'abord, Akharan qui a voulu animer la situation. Mais ماشي كاع لو نيفو ديال يديروا ان كور ميتراج ولكن كيديروا مثلا سيتياسيون انيمي بحال مثلا سوا لي بول كيتحركوا او لو ميم بيرسوناج هو كيتحرك. دونك كاينين دي لوجيسيال اللي ممكن نحركوا بهم هاد لي بيرسوناج ديسان 2 دي باغ اكزومبل. كاين افتر افكت اللي كيصاوبوا به الموشن ديزاين غير هو كتبان فيه الانيماسيون بليز ارتيفيسيال ما كتبانش اون انيماسيون يعني اون فري انيماسيون. كاين عندنا تون بوم اللي تا هو فيكتوريال ان اوتي فيكتوريال سور لوكيل اون بو باغ اكزومبل ديفينير لي بوان دونكراج ولا لي ارتيكولاسيون وكنلعبو على لي فورم لا روتاسيون كنديرو بحال اون تراجيكتوار اون ديسيني اون تراجيكتوار و لو بيرسوناج ديك الساعة كيتحرك اون فونكسيون ديال ديك لا تراجيكتوار اللي رسمتي. وحتى هنايا كتبان الانيماسيون شويه ماشي ناتوريل كتبان ارتيفيسيال. وكاينين دي لوجيسيال دانيماسيون 2 دي تراديسيونيل بحال اللي كنخدم فيهم انا بزاف كوم تي في باد اللي هما لوجيسيال اللي ما يمكنش يحركوا لك ان بيرسوناج سوف هما كيش كيديروا لو مونتاج ديال ايماج باغ ايماج. بحال دابا مثلا عندك ان موفمون شي واحد يحرك يديه كترسمي مثلا كديري 12 ايماج بار سكوند كتريكلي سوا 24 ايماج بار سكوند ولا 12 ايماج بار سكوند. دونك الا كان لو موفمون فيه 2 سكوند سا فو دير كو لو ديس سا فو دير كو لو توتال موفمون غيكون فيه 24 ايماج. دونك هي فيها شويه ديال التماره ولكن لو روندو ديالها كيكون احسن وكيكون افضل كتحس بالانيماسيون كتحس بان فري انيماسيون. مي بحال دابا انت كوم بغيتي غير الا كنتي بغيتي الا بغيتي غير ديري مثلا اون سيتوياسيون بسيطه ولا هذا نصحك انا تمشي غير بحال لو تيب ديال الموشن ديزاين يعني تحركي غير بتون بوم ولا بافتر افكت ولا بادوب انيميت. الا كنتي باغا ديري ان كور ميتراج انيماسيون دونك هنايا خاص لو طرافاي يكون سواني يعني يكون الانيماسيون تكون فلويد تكون سوبل سكي فو دير كو الانيماسيون انا خاصها تخدم بلا 2 دي تراديسيونيل بلا ميثود لا ديرنيغ ميثود اللي قلت لك. وكتبقى لو كوتي ديال لا مانيبيولاسيون يعني الا كنتي غتخدم شي خاصك تعرفي تمانيبيولي هاد لي لوجيسيال راه كيكونوا فيهم لي زيفي كيكون فيهم تا هما كيكون فيهم بزاف ديال لي زوتي فيهم دي تكنيك فيهم الا بغيتي تزيدي يعطيك مثلا ان روندو مختلف على الروندو لي سو روندو 2 دي ولا روندو 3 دي ولا فوالا. دونك كتبقى على حسب لو سافوار ديالك اللوجيسيال ولا مانيبيولاسيون ديالك اللوجيسيال. بون moi aussi je vais rajouter حيت هضرت مع زين في هذا الامر هذا. قلت لها بان كاين واحد لوجيسيال سميتو ادوب فلاش بلاير هو خاص بلا كونسيبسيون ديال لي سيت ويب يعني حتى اللي بغى يصوب واحد لو سيت ويب
كيدوز من هاد فلاش بلاير تخدم بنفس الطريقه حتى هو صوره صوره بصوره يعني حتى خاصنا نرسمو سور طابل غرافيك ولا في دي بابيي اللي غادي نسكانيو داكشي نصوبو ديجا ان ديسان اللي غادي كون فا انيمي سيكونس بار سيكونس. انا خدمت به هذا وكانت تجربه ناجحه واخا ما استغليتوش انايا بوغ ان سيت ويب، ولكن كليك طلع منه ديك لا فيديو ديك لانيماسيون وتحولها لفيديو كو فينالمون ايتي بريزونتي فهمتي في ليكول دي لوزار. Ou bien sûr qu'il y a une, le Cap Bourgrec, le club des arts plastiques. Voilà, il y a les recherches artistiques, qui m'a dit que je fais un panneau publicitaire. Voilà, alors rien n'empêche l'anaki tchad واحد الوقت. On va essayer d'avoir le matériel nécessaire pour accomplir cette tâche. Voilà, c'est هذا هو اللي خاص يعني حتى الا كان عندك واحد الماتيريال مزيان لي ديسك دور تاع هما يمكن نقومو بهذه المساله هذه ساشون بان هاد البحوث الفنيه سي اون باراليل كتكون مع ناس دي زارتيست اللي هما ديجا مارسوا الفن وعندهم تاريخ الفن وعندهم عارفين القواعد عارفين المسائل هذه، ولكن كطرف واحد الوقيته انهم il sont pas il manque d'inspiration ولا il manque de référence. alors c'est un travail de recherche ou là qui bidaw f واحد التقنيه et il ne voit pas l'avenir ديال ديك لاطوش ديالو. alors في هذا المجال هذا il y a un club des arts plastiques qui les aide tout simplement qui يرشدهم. حنا on fait pas les coach ولكن c'est un travail en commun. انا فايت لي خدمت en stage avec des associations avec des artistes, plein de gens du domaine, et c'est toujours enrichissant d'avoir deux idées, deux concepts, et d'avoir un travail de recherche sur ce qu'on fait, pour ne pas tomber dans le vide. Des fois on fait des choses et voilà, on n'est pas convaincu, ou là on croit que ça sert à rien, alors que ça sert, c'est juste que c'est mal encadré, mal défini, et il faut faire des choses dans ce sens-là. Il faut travailler un travail d'art d'ensemble. Alors, je vous souhaite de Raja. La caricature, comment peut-on juste, par quelques traits de la personne, la représenter fidèle à ce qu'elle est? يعني حتى لا كاريكاتور كيفاش غير بخطوط قليله ناخذ الملامح ديال الشخصيه ونمثلوها بوفاء فيدالمون فيدال اسكيلي اللي هي عليه. alors هنا مع رجاء يمكن نرجع ل لا بروميير ديفينيسيون ديال لا كاريكاتور. Une définition qui est riche. Et là, quand je vois ce LDL, qu'est-ce qu'une caricature? La caricature est l'équivalent plastique et figuratif de la parodie. Étymologiquement, le terme caricature est emprunté à l'italien caricatura. Dérivé du participe passé de caricar qui signifie charger, dans le sens d'attaquer et critiquer avec violence. Alors, tous les mots, il y a de la définition, sinon ça ne sert à rien de redéfinir. Une définition
كتجمع هادشي كامل اللي شفنا يفو لا بروندر اون كونسيديراسيون حيت تقد هذه هي اللي تبقى هي اللي جاري بها العمل. La caricature ou charge représente, par le biais d'un dessin, d'une peinture ou d'une sculpture, un être ou une situation sous un aspect volontairement affreux, difforme ou ridicule, en mettant exagérément l'accent sur un de ses traits caractéristiques et en imitant de manière outrée et souvent bouffonne les gestes, attitudes, manières de parler, de telle sorte que le lecteur-spectateur puisse les reconnaître et en rire. Alors, en imitant de manière outrée, et souvent bouffonne les gestes. Bouffonne, قول المصطلح اللي غادي يجي مع بوفون طريقة en réaction à quelque chose, manière de parler. إذا كان مثلا واحد كيتمتم يمكننا نديرو اون بول اللي فيها واحد كيتعاودو داكشي اللي كيقول كيتعاودو فيهم الحروف سيل زوزوت كي بحال اللي عندنا القروطة اللي كيقروطو في المغرب حتى هي كتبان في القول de telle sorte que le lecteur spectateur puisse les reconnaître et en rire. هادو سو سون دي سين ديستانكتيف اللي كنتعرفو عليهم et on dit حنايا en silence on dit que voilà ça ça existe chez l'autre personne et directement quand on a dit le amr hada li anna voilà il y a dit li qulna fi el hissa el oulaniya l'intelligence et le rire le rapport li bin nature. La question dial ala din, alors est-ce qu'on est obligé d'abuser au niveau physique d'un personnage sur lequel on va travailler ou chna mujbari زيدوا فيه على مستوى جسدي لواحد شخصية personnage sur lequel on va travailler اللي غادي نخدموا عليه. alors بالنسبة لعلاء الدين je vais te répondre هذه هي نوت اللي خديت فكرت وعاود فكرت on est obligé d'abuser au niveau physique à partir de signes distinctifs physiques mais surtout à partir du contexte ou un état. انا نعاود نرجع نترجم هذه المسائل بالعربيه باش تكون فهمها. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui se passe, une action que le personnage politique ou la religieuse, une célébrité ou autre a commis, comme par exemple un président qui crie ou répète toujours la même chose, un truc absurde, on va lui agrandir la bouche. Une célébrité qui subit un scandale, on va peut-être lui agrandir le ventre ou la main s'il a volé ou détourné une somme considérable d'argent. La main, pour représenter la grande somme, il a un gros ou là un gros ventre kirch li fiha jou il a dit ykon ki yakol el flous la kan fhamti hadou ghir amtila bien sûr li ghadi nakhdouhom fi el contexte fi el nitaq dialhom tel kayn la gourmandise. C'est un péché capital. Alors il ne faut pas hésiter à faire des choses comme ça. Il y a un haram. Haram, le واحد يكون فهمتي كي ياكل هاد الفلوس هذا. C'est un péché. Ça reste un péché. Alors il ne faut pas hésiter. لأنك إذا عرفتي واحد الشخصية دارت واحد الفعلة خايبة
بحال قلتي لو كاريكاتوريست كي دخل لو بيرسوناج مع لا سيتوياسيون باش يعطينا واحد المنتوج اللي غير بالشوفه كنشوفو كيخلينا نستنتجو هذاك الشيء اللي قام به. الوغ بور لو بورتري اون ديفورم سولمون mais dans un fait divers ou un autre contexte, on s'arrange pour orienter le regard sur cet acte. Ce sont les règles d'une caricature. Ado ou mal kawaii dial caricature. Sinon, ce n'est plus une caricature. Hta le verbe caricaturer qui s'applique, mais qui prache endo mena. Idem, on a un verbe caricaturer. Li arfin. شنا هو و شفنا في لا ديفينيسيون ديال كاريكاتور شنا هو الوغ هنا الا بغينا نطبقوا هاد لو فيغ كاريكاتوري واخا ما يمكنناش نستغناو على هاد القواعد ديال كاريكاتور سينون كنوليو كان غير كنقومو بواحد النقد ولا بواحد غير انتربريتاسيون سامبل réinterprétation simple كان عاودو غير نعاودو فهمتي نخطو الامور بواحد التعبير اخر بكل بساطه ما كاينش داك التفاخم ولا داك التضخيم ولا كاين شي حاجه اخرى اذا هادشي كامل كيخرج على لا كاريكاتور لو نكملو مع زينب اون دوزيام زينب بيان سور. Alors, j'ai toujours l'impression que cette forme d'art stipule ou parvient par une forme de résistance, comme si elle contenait ou amenait une certaine touche de sarcasme pour traiter d'une cause. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est ce qui fait d'une caricature ce qu'elle est? Ou bien, la caricature est déterminée par son style du dessin ou sa fonction? Ou est-ce qu'on peut avoir des caricatures qui servent à applaudir quelque chose, tel mettre en valeur quelque chose au lieu d'attaquer cette chose? Alors là, il y a des questions où la question est il y a un mélange mobile, la philosophie ou la caricature, et nous la question à dire. Il y a une question celle-là, donc on va essayer de répondre. Alors, comme on vient de dire, la caricature dénonce quelque chose. Mais avant, elle pouvait avoir ce rôle pacifique. Silmi. Sauf qu'il ne faut pas oublier le rapport. Par rapport à quoi on veut faire une caricature? Par rapport à quoi on veut faire une caricature en faveur de la protection de l'environnement ou contre la peine de mort, la violence contre les femmes, la corruption. Il faut toujours donner une image de ces problèmes pour proposer une situation en face. لازم نعطيو واحد الصورة لهاد المشاكل باش نحطو واحد الاقتراح لهذيك المسألة اللي عندنا قدامنا. عندنا الميغوار كنشوفو فيه واحد الحاجه ديك الحاجه ما كتبدلش. است كون بو لا كاريكاتوري؟ وي افيك لو ستيل دو لا كاريكاتور. ولكن سي لو ميغوار ان فاس رفلت لا سوسيتي il reflète une situation, il reflète quelque chose d'autre, alors on réagit à l'image qu'on a en face. Alors on استعملت le miroir parce qu'il y a un reflet par rapport à quoi on va réagir. Même quand je dis on a droit à la protection de l'environnement, là on chauffe la pollution. Même quand je chauffe chez Haja contre la peine de mort, sans qu'il y ait une mort causée. La violence contre les femmes, là mais qu'on voit d'autres nisas ou les attitudes à l'enfant ou la داكشي كاع اللي كيطليونا به في الوسط العائلي. الوغ اون اون سيتياسيون توجور اون سيتياسيون ولا ان في ديفير ولا كيلك شوز دا نورمال ولا خارج القانون كونتر لاكيل اون فا رياجير
وكان عندها هذا الطابع هذا السلبي. La caricature est dangereuse aux yeux des gens qui veulent manipuler, mais pour les gens qui aiment l'art ou ne se cachent de rien, au contraire, ils admirent cela, en rigolent et peuvent encourager un certain talent et goût de l'humour. Pourquoi accepter ça dans la bande dessinée, ou dans le livre ou le roman noir, et le refuser à la caricature ? إلا رفضناه في واحد جهة وتقبلناه في جهة أخرى. باش نترجم هذه المسألة هذه، الكاريكاتور هو خطير في عيون الناس اللي كيفول مانيبولي كي بغاو يسيطروا، ولكن بالنسبة للناس اللي كيحبوا هذا الفن هذا ولا ما عندهم ما يخبي، هو العكس اللي كيطرى، هو أنه كي الكاريكاتور كتير الإعجاب ديالهم، كيضحكوا منها وممكن لهم قاعد يشجعوا واحد الموهبة ولا واحد الذوق في الضحك. est-ce qu'on peut évoluer à partir de la fiction؟ هذا سؤال كيتطرح. c'est un peu la même question اللي كطرح زينب هنايا. et la réponse est oui، لأن الخيال la fiction ممكن لها تعطينا واحد الدروس اللي غادي نطبقوها من بعد. لا كاريكاتور كذلك، وشفنا هذه القضيه في الحصه الاولانيه حتى تعاود تشوفها، بان لا فيكسيون اي بورتوز د ميساج، ان ميساج اللي كيكون بعض المرات قوى من ديك لا رياليتي. سوف كو لا رياليتي سي ال كي بريم سور تو اي بارتو، الواقع هو اللي كيحكم على كل شيء في جميع الانحاء. Donc, هذاك الكاريكاتوريست كيستعمل entre deux ما بين اثنين pour être le journaliste et l'artiste. L'artiste en général quand il agit en société, il se trouve entre deux. On va محتم عليه هذا الامر هذا. Il ou elle, الفنان ولا الفنانة, il lui faut tout le temps un prétexte ou une idée de départ à laquelle il ou elle répond ou fait évoluer. اذا لابد خاصو واحد فكره لا يمشي منها، واحد لا رياكسيون لا يمشي منها، و نيفو ارتستيك واللي غادي يطورها. alors c'est un choix après de montrer ou de cacher pour délivrer un message direct ou insinué. كيبقى لنا الاختيار باش نبينو داكشي ولا نخبيوه، نبينو ديريكتومون ولا غير نرمزولو، نخليو الاخر هو اللي يستنتج بان كاين واحد الحاجه من هذا القبيل هذا ومن هذا النوع هذا في داكشي. لا كاريكاتور اي دونك لو مويان رابيد ديفاكوي سولا اي لو ديسيني رابيدمون اي سا كاركتيريستيك. mais si quelqu'un sait mieux dessiner sur ordinateur ou mieux sculpter ou faire de l'aquarelle, cela engage la matière, la technique, le style, etc. Bien évidemment, la caricature s'est enrichie de ça. Donc, je crois que bien la caricature traîne bien de mes événements. Alors, je t'ai déjà dit, la caricature, il y a une wasila sérieuse. باش نخرجوا هاد المسائل هادو ونرسموهم بطريقه سريعه. هذا هو لا كاركتيريستيك ديالو، هذا هو الخصوصيه ديالو. ولكن شي واحد اللي كيعرف يرسم حسن، ولكن شي واحد اللي كيرسم حسن على الاورديناتور ولا كينحت ولا كيعرف يدير الصباغه المائيه، هادشي غيدخل لا ماتيير، غيدخل فيها المادة. الوغ هنايا كتولي كيدخل التقنيات وكيدخل النوع لو ستيل، وبيان ايفيدامون لا كاريكاتور تغنات في هاد المسائل هادو. شوفو دابا سؤال، لا كاريكاتور با فورسيمون دي بورتري، ça peut être une situation. alors la caricature
ماشي بالضروره خاصها تكون دي بورتري، ولكن مشكلة تكون واحد لا سيتوياسيون، واحد الموضوع ولا موقف. غادي نسمعوا الجواب اللي جابو محمد السعداني. À la question de Samira, la caricature, pas forcément des portraits, pas forcément des portraits, ça peut être rue. Et bien sûr, c'est pas la caricature. Il y a très bien que je mets tout ce qui est déformation, exagération, il y a la figure, il y a le visage. Ou les qui connaissent un dessin satirique d'une situation, il y a un dessin de presse. هي كنقولوا لها الكاريكاتير، ولكن كتعطى لا صفه ديال ان ديسان دو بريس كثر، يعني ان ديسان سيتوياسيون اللي كيكون فيه داك لو مينيموم دو تري ولا مينيموم دو ديتاي واللي كيتخدم رابيدمون. علاش؟ لان فاش كيكون مثلا فاش كيتنزل الخبر، فاش كتوقع شي حاجه، دونك هنايا لو ديسيناتور دو رياجير لو بلو فيت بوسيبل، وخاصو يترجم من دوك الاحداث الديسان ساتيريك اللي ما يكونش عنده هو الوقت فين يضيع الوقت في لي ديتاي في لو فون. دونك سكي في هو كيرسمو بالزربه، يعني علاش؟ اللي كيهم هو الفكره اللي غادي يقراها المشاهد. وملي كيكونوا لو تري قلال، انا بالنسبه لي كيخلي ان لو ديسان كيكون عنده لامباكت قوي اكثر من الا كانوا لي ديتاي. لكن لي ديتاي تقدر تاخذ وقت كثار في القراءه ديالو. شكرا للاخ محمد. ندوزو للسؤال اللي من بعد منه. كاستيون دو ليلى، كان هنا بزاف ديال الاسئله في سؤال واحد. كو ريبريزونت لا كاريكاتور بور لي جورناليست؟ Pourquoi la caricature est-elle critiquée et souvent punie? Pourquoi utilise-t-on la caricature pour se moquer de certains personnages? Que représente la caricature pour les journalistes? Chnoukatsani, le caricature, le sahafiyin. Lèche, la caricature, dima. تكرا وديما معقمة، وعلاش كنستعملوها باش نضحكو على بعض الشخصيات. الوغ هنا في هذه المسألة هذه كاين لو بوركوا ولو كومون ديما كيكونوا صعاب، ولكن غادي نحاول نجاوب عليها ونتمنى اني نتوفق في الجواب. جو ريبوندر اون فرونسي. هادو لي نوت اللي خديت. La caricature représente pour le journal en général, gère le journaliste, le journal, un complément qui révise ou revisite l'histoire en même temps qu'il le fait respirer. Respirer, on appelle le journal, bien sûr. Car une information. Plus une information, plus une information, plus une information. C'est-à-dire que les informations kamlin, al-ayyam, quand ils ont har al-akhou, har al-akhou, vous m'allez qu'attendre l'histoire. Alors la caricature, il y a trajet, ou le katraout, trahim, donc l'histoire. Alors, si on regarde le passé, en fait, on s'aperçoit que la caricature, le dessin de presse, par essence, suscite des réactions violentes. Jusqu'à la fin du 19e siècle, dans les démocraties parlementaires, ce sont plutôt les gouvernements qui se sont acharnés contre les caricatures et qui ont légiféré, qui ont fait des lois. On dit aujourd'hui, finalement, ce qui a changé par rapport à cette période, c'est que maintenant, c'est la rue qui fait la loi. Alors, la rue, elle existe bien avant notre période actuelle. On peut prendre l'exemple
de la première élection présidentielle française en 1848, le gouvernement de l'époque, et parmi eux le président du Conseil, qui est un des candidats, utilise beaucoup de caricatures en province, envoie des caricatures en province avec l'argent public. La cible principale des caricatures de l'époque, qui sont publiées sous forme de lithographie, de feuilles volantes, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, un des cinq candidats. Et en fait, les partisans de Louis-Napoléon se dirigent dans tout un tas de villes de province vers les librairies, vers les devantures dans lesquelles sont présentées ces caricatures, cassent des devantures, exigent des libraires qu'ils suppriment ces lithographies, qu'ils les déchirent devant eux, sous peine de les molester. Le résultat quand même de l'élection, c'est que bien que la majorité des journaux soient défavorables à Louis-Napoléon Bonaparte, en fait, c'est lui qui remporte l'élection. Donc on voit bien que finalement, à l'époque, et encore aujourd'hui, on croit que la caricature a un pouvoir particulier, et en fait, il y a plein de moments de l'histoire où on voit que non, ce pouvoir en fait est très limité. Alors l'histoire, elle s'écrit chaque jour et comme le dessin résume, au lieu de lire un article, un livre ou une BD, c'est considéré comme un abus, alors que c'est l'inverse. Et maintenant, la caricature qui l'article نفس الشيء بالنسبة للقصة المصورة خاص تقراهم لا دور تيها الصفحات بالزربة ما كتفهمش وما كتشوفش ذاك الشيء اللي يمكن إذا ما كتبقاش شيئا ما مخبي لا كاريكاتور هي كتبين ذوك المسائل كتخرجهم كتطلعهم على سيرفاس إذا هنا هي علاش سي كونسيديري بحال واحد لابو واحد زيادة alors هو العكس اللي كاين غنفسر لك باش تفهمني هي سي غراس على كاريكاتور اللي كانوا عاوا بهاد المسائل alors كلشي تبعته حيت واحد الحقيقة ولا واحد الواقع زعجو ولا كاريكاتور كتبلغ هاد المسائل Mais en vrai, que ce soit la réalité ou la vérité, elles étaient auparavant bien dérangées. Et moi, les fihoum de Khalel. Moi, les fihoum Khalel, ou la Mokhtalim, les académistes, قبل من هذا الشيء كانوا كيحاولوا يتمسوا هذاك الرسم لو ديسان وحتى لو ديسيناتور ديال لا كاريكاتور كانوا كيقولوا بانه فاسد الاخلاق ولا متعسف ولكن هي في الواقع هو هاد الحقائق وهاد الوقائع لي فيريتي اي لي رياليتي هما اللي كان فيهم الخلل بحال المثال اللي يمكن لي ناخذ انايا من هذا الباب هذا هو الواقع ديال الحرب ديال لوكوباسيون لا كولونيزاسيون استعمار دونك se moquer de certains personnages est la deuxième chose à considérer puisque la caricature كتمكنك واحد شويه تخرج من هذاك الجورنال اللي كتسد الجورنال ديالك كيبقى واحد الامان كاين عبر ديك لا كاريكاتور كيمكن لك تضحك واحد شويه حيت اللي جينا نشوفوا لا ريغور و لي شوز ديونتولوجيك ديال الجورناليزم هما كي يسفهم ان بو الهومور pour étaler donc les références ou là, donc les comparaisons ou là, donc les critiques mais ni qui prouve des clés liens dialogue
قليل فين كيخرجوا للضحك. اذا الوغ هي الصحافه كتبين لك واحد الكاريزما اللي كتعجب الناس اللي كتعجب القراء، ولكن بينما لا كاريكاتور هي elle se décale tout en gardant هذا الاسبري هذا ديال الجورناليزم. الوغ عندنا هاد تاد لي دو جونغ ديال القراء اللي ذكرهم محمد السعداني في المقال. تعاود تشوف الحصه الثانيه، هما اللي كيخليو هاد الامور هادي تبان ولا تغطى. نتمنى بانني نكون جاوبتك مزيان على هاد السؤال هذا، حيت بصح كنشوفو بان الكاريكاتوريست بعد المرات مظلوم، ولكن كنبغيو نرجعوه مظلوم بيديه. فهمتي هو اللي دارها بيديه، بحال اللي كيقولوا بالدارجه عندنا هو اللي دارها بيديه. ما كان حتى شي واحد غادي يظلمو، ولكن هو دارها بيديه. الوغ كو هو العكس، هو راه الواقع دايرها بينا كاملين، والكاريكاتوريست كيعبر على داك الواقع اللي فيه الخلل. اذا الخلل خاص في الواقع تعالج، لان الكاريكاتوريست ما غاديش يشوف شي حاجه ما عندها حتى علاقه بداك الشيء اللي مكتوب ولا مقرا في الصحافه. هذا هو لو بوين كولمينو. اذا كيبقى خاصنا نصوب واحد المجهود كبير باش نوصلوا الكاريكاتوريست القيمه الحقيقيه ديالو. نشوفوا سؤال موالي. كيستيون ديال زكريا، علاش الكاريكاتير كتعتمد على جرائد السخريه وما كتعتمدش على الابداع المشاركه في المعارض؟ الوغ بور لو ترادوير ان فرونسي، pourquoi la caricature compte ou la se pose dans la catégorie de la presse ou la satire et ne compte pas ou ne se pose pas sur la créativité et la participation dans des expositions. Là, je vais vous dire Jaoub Mohamed. السؤال ديال سي زكريا، علاش الكاريكاتير كتعتمد على الجرائد والسخرية وما كتعتمدش على الإبداع ومشاركة في المعارض؟ بالعكس الكاريكاتير بالعكس كي عندها نصيب قوي في المعارض. حنا مثلا هنايا في الجمعية المغربية لرسام الكاريكاتير كل عام كنضم على الأقل واحد جوج ثلاثة ديال المعارض سنوية، اللي كنضم أعمال ديال مجموعة من الفنانين اللي كنشرو سواء في الجرائد اليومية ولا في الأسبوعية، أو لا كنختارو مثلا واحد لاتيماتيك موضوع معين. بحال مثلا في 2018 اشتغلنا على موضوع المرأة، كان مصاحب نيت مع لوي مارس اليوم العالمي للمرأة، ودرنا الموضوع هو المرأة المغربية بعيون رسامي الكاريكاتير. يعني كاع الرسوم اللي كتحدث اللي كتعالج المرأة، التحديات اللي كتعيشها المرأة في الشغل، المرأة في العنف ضد المرأة، المساواة بين الجنسين، هذه يعني هاد الشيء كنقدروا مثلا نجمعوه ونديروه في معرض. وكاين عاوتاني المعاهد الثقافيه الفرنسيه حتى هي دارت بامال ديكسبوزيسيون ديال لي ديسان دو بريس ديال المغاربه واجانب هنايا في المغرب، في الرباط، في فاس، في كناس، في طنجه. غير هو هاد المعارض هادي انا بالنسبه لي كنشوفها كتكون نخبويه، يعني كيجيو ليها غير الناس اللي هما مهتمين، اللي كيكونوا مهتمين بلي زاكتواليتي، بالاخبار، يعني ما كيجي ليهاش اي واحد. مثلا بحال مثلا لا جونيس ما يصوفوا هما داكتواليتي بوليتيك ولا سوسيال ولا هذا. دونك اللي كيجيو هما ناس شويه اللي عزيز عليهم
اللي كيعجبهم مثلا يشوفوا الواقع بواحد الطريقه نقديه، طريقه ساخره. وهادشي عشناه حسب الناس اللي كيجيو اللي كيحضروا المعارض. سي فري كيجيو بزاف الشرائح الاجتماعيه، ولكن الاغلبيه كنشوفوا ناس كبار كيجيو كيشوفوا، زعما ناس كبار هما اللي كيجيو كيحضروا لهاد المعارض المخصصه للكاريكاتير. وبالنسبه للاعتماد ديالي على الابداع، بالعكس راه كاريكاتير هو جنس ابداعي من الفنون التشكيليه. علاش؟ لان اولا فيه الرسم، او الرسم لو ديسان، لو ديسان جي لو دو كاين على لو ديسان دوبسيرفاسيون، كاين على لو ديسان بيرسبكتيف، كاين يعني هو كيجمع هادشي كامل بحال لابون ديسيني. فيه لومبر لا لوميير، فيه دي فوا كيكون فيه تدرج اللون، دي فوا كيكونوا فيه ديفيرون تكنيك. كاين اللي كيخدم بلوك، كاين اللي كيخدم باللافي، كاين اللي كيخدم بلاكواريل. كنشوفو دابا لي كاريكاتوريست كيخدمو بنيميريك، كيخدمو سوغ طابل غرافيك. بالعكس هو كيعتمد على الابداع بالدرجة الاولى. هو اصلا يعني منتوج ابداعي، لانه فيه ابداع الفكرة وابداع ديال التقنية، ابداع في الرسم والفكرة. الجواب ديال محمد ممتاز، ولكن كنظن بان هو سأل علاش هو ماشي فن ديال الاروقه ولا المعارض، علاش ما كتعرضش وعلاش ما كتحسبش على الابداع. حيت فوالا، حيت لا كاريكاتور ديجا هي كتعرض في هاد الطينه هادي، ومشات مع تيارات واحدة اخرى، رافقات واحد الفنون بحال لافيش، الملصق او المنشور، القصه المصوره حتى هي، المسرح كانت هي فيه، السينما حتى هي مثلاتو، السيرك، عندك لي سبيكتاكل ديال الدوما، ديال الدوما المتحركة. مهم، وحيت لا كاريكاتور اصلا ما كانش كتسينا، كان صعيب باش نلقاو المنفذين ديالها اللي رسموها. اذا هي كتنتمي لكونتر كولتور. ديجا في الاول هي ما كانش واحد الفن ديال المعارض وديال الابداع، ما محبوساش في هذا المجال هذا، حيت كان عندها هاد لا كونتر كولتور، كانت ماشي ضد الثقافه، ولكن هي الثقافه كنعرفوها، ولكن كنمشيو نجيبو شي حوايج واحد اخرين اللي ما كتقبلهمش الثقافه. سي سا لا كونتر كولتور، وهي مدرسه توجه فكر اللي انتشر في الدول والبلدان اللي كان فيهم البرجوازيه، وكان عندها هاد القيمه ديال لو بوز اللي كنعرفو اليوم. كانت هي عندها الصدر هذا وهاد الواقع هذا ديال لو بوز، بحيث على لا كاريكاتور عاد خدات داك الدور التربوي ديالها اللي جا من بعد. قبل كانت حتى هي كتخرج بحال واحد الفضيحه، بحال واحد سكوندال، شوف هاد القضيه هادي، شوف هذا كيفاش مرسوم، شوف شنو دار، واش بصح طرات هاد القضيه. اذا حتى هو دخل في ديك القضيه ديال لو بوز اللي كنعرفوا اليوم. كانت هادي هي لا كاريكاتور في الاوساط البرجوازيه ولا في الدول الناميه. اذا هي اصلا ماشي سميتو فن ديال الاروقه، ولكن باش نصفها واحد شويه التاريخ، ولات شويه بشويه كتدخل في هاد المجالات هادو والمحلات هادو اللي كيشرفوها وكيستقبلوها، ولكن ديما عندهم واحد الربط مع الماضي ديالها، كينصفوها
بالنسبة للماضي ديالها، لأنها ما كانتش كتشاف من الجهة ديال الإبداع، ما كانتش كتشاف من بزاف ديال الجوايع. إذا دابا كتنصف بحال اللي طرا مع الفنون واحد آخرين، كيطرا واحد الإنصاف، وكتولي كتعاود تدخل باش تلقى واحد الإعجاب، واحد النقد، واحد الحديث في وسط المجتمع. نشوفوا السؤال اللي من بعد. Alors, question de Soumeya. La caricature, pourquoi nos dessinateurs et notre presse s'y intéressent si peu? Elle peut pourtant être porteuse de puissants messages et est un art à part entière. Il y a une lâche la caricature, une lâche l'arsama de la caricature ou l'arsama de l'Ihlam qui est un mot. غير شويه من لا كاريكاتور. elle peut pourtant être porteuse de puissants messages، يمكن لها تحمل واحد الرسائل قويه، و est un art à part entière. alors شنو بالنسبه للسميه، j'ai pris aussi quelques notes. alors j'y réponds effectivement. La caricature est un art à part entière, mais qui le reconnaît ? Je connais ma tâche. Plusieurs associations à travers le monde œuvrent pour donner des droits et de l'espace aux caricaturistes. Après les dessinateurs et dessinatrices de presse, ils et elles, caricature, subissent une pression hallucinante. Et les esprits créatifs marocains, sans généraliser, blâmement, vont la considérer à tort comme un art facile, inutile parfois. Comme je l'avais souligné dans la première séance. Mais en vérité, les gens du domaine sont à la recherche d'un revenu, d'un salaire ou d'une subvention dans le domaine des arts graphiques. Ne veulent pas s'accompagner forcément d'une certaine résistance ou travail artistique pur qui fera évoluer la caricature. Rebel Spirit, par exemple, envoie des messages à travers ses créations de ce genre. Mais il y en a qui utilisent l'idée de caricature sans vraiment en faire, tel que Zinou Fasik. Alors on revient aux années 80-90, quand les dessinatrices et les dessinateurs doivent trop dessiner et montrer de leur sueur pour vendre leur BD. Alors qu'il y a plusieurs preuves et chefs-d'œuvre qui montrent bien qu'on peut défendre une idée en gardant la caricature. The Wall, le film de Roger Waters, Les Marouf, la bande Diallo, un double album de Pink Floyd, a bien démontré qu'un caricaturiste fait autant de dessins qu'un bédéiste. Sauf qu'il, elle, s'arrête à l'idée sans révéler le fil. C'est subtil, mais c'est intelligent d'avoir ce fil conducteur sans le voir ou le savoir. Idem. Je ne traduis pas ici. بالفعل لا كاريكاتور هي واحد الفن متكامل، ولكن شكون اللي كيعترف به؟ بزاف ديال الجمعيات عبر العالم تخدموا باش يعطيو حقوق والمساحة لواحد كاريكاتوريست مرا ولا رجل. عندنا الطاقات الإبداعية المغربية بلا ما نعممو، حتى هما كيمشيو بعض المرات كيعتبروها بحال واحد الفن سهل ولا بدون فائده ولا بدون جدوى. اذا كنعاودو نرجعو للسنوات الثمانينات والتسعينات، ملي كانوا هذوك الرسامات والرسامين خاصهم بزاف، خاصهم يرسمو بزاف باش يتبتوا الوجود ديالهم وبينوا بانهم عرقوا باش يبيعوا داك القصص المصوره ديالهم.
بالرغم من وجود واحد دلائل واحد تحف فنية اللي كيبينوا بأننا ممكننا ندافعوا على واحد الفكرة وحنا محافظين على الكاريكاتور. خليونا واحد الرابط بلا ما نشوفوه ولا نعرفوه كان مقلعوه كان دغيا كان عرفوا بأن هذه المسألة هذه كتعني هذه وأخرى حتى هي كاين واحد الإشارات هنا اللي كيخدموا. إذا هي واحد الطريقة ذكية وفيها الحيلة ماشي بحال السيناريو اللي كان خاصنا نتتو لهذيك لاسين اللي غادي تطرا. الوغ السؤال دابا ديال أمينة. بغيت نسول ملي كنقولوا كلمة كاريكاتير شنو هي الكلمة اللي كتكون مصحوبة معها اللي كتعبرها؟ واش هي نوع من الفنون اللي عندها طابع كوميدي كيف ما يعتقد البعض ولا شي حاجة أخرى؟ هذا السؤال نسمعوا الجواب ديالو مع محمد. بالنسبة للسؤال ديال أمينة وعبد اللطيف، بغيت نسول ملي كنقولوا كلمة كاريكاتير شنو هي الكلمة اللي كتكون مصحوبة معها اللي كتعتبرها واش هي نوع من الفنون اللي عندها طابع كوميدي كيف ما يعتقد البعض أو شي حاجة أخرى؟ الكاريكاتير في غالب الأحيان كيكون يعني مصطلح بوحده كاريكاتير، أو لا كيكون مثلا رسم صحفي، نقدر نصطلح عليه رسم صحفي أو رسم ساخر. بالنسبة للدول الغربية عندها الكاريكاتير هو الكارتون، الجالزة كيقول لي الكارتون أو الكوميك ستريب. كوميك ستريب هي واحد هو داك الكاريكاتير اللي كيكون في 3 ولا 4 فينيات سور لا ميم لين، كيكون على الجرائد وكيكون هيك كحل ابيض. الفرنسيين كيسميو ان ديسان دو بريس، يعني ما كيفهموا كيسميو ان ديسان دو بريس كيفهموا بان الامر كيتعلق بان ديسان ساتيريك، رسم ناقد. كاينين مجتمعات اخرى عطاتو تسميات اخرى بحال الطاليين شي مرات كيقولوا له الفوميتي، الكوريين كيسميوه المانهوا، كيختلف يعني. ولكن الكلمه ديال كاريكاتير يعني هي اصطلاح، هو اصطلاح عالمي، اصطلاح ستاندر، رسم كاريكاتوري، كاريكاتير او رسم كاريكاتوري او لوحه كاريكاتير، نسميو لوحه كاريكاتوريه. المهم كيبقى كيف ما سبق وقلت كيبقى حتى هو جنس ابداعي متفرع من الفنون التشكيليه. نقدروا نجمعوه مع لارت دو لا بون ديسيني. لارت دو لا بون ديسيني سي فري هو 9e ار، ولكن كيبقى لا كاريكاتير ولا لو ديسان دو بريس قريب لا بون ديسيني بزاف. علاش قريب؟ لان تقريبا كيتخدم بنفس التقنيه، لي بلون اللي كيداروا في لا بون ديسيني هما نفسهم كيداروا في لو ديسان دو بريس، غير كيبقى لو ديسان دو بريس ما عندوش سيناريو، ما كيكونش عنده يعني لو ديسان دو بريس اولا لا كاريكاتير كتلخص واحد الموقف كامل اولا كتلخص حدث كامل فرسم واحد. في حين الشريط المرسوم كيكون بازي على اون استوار ان سيناريو بحال السينما. فوالا، شكرا. غادي نشوفو question de Sarah. Franchement, je ne m'y connais pas trop par rapport au sujet. Du coup, je n'ai pas de question précise à part la maîtrise du dessin. Est-ce qu'on doit maîtriser le dessin pour pouvoir faire de la caricature? Alors, un marvel sous elle, dit la liande de tarjum, ou je crasse na, nous connons qu'un arfou, rasmo, ou le cantrano, rasmo, mais je ne dirou ou la caricature. Alors, la caricature est à l'intérieur une très très bonne idée. Fikra, jayida, jidden.
qui va peut-être nous échapper. Et à l'extérieur, c'est ce dessin qui va apparaître déshabillé, l'ikerri, et exprimer la réalité. Alors, le dakhl, la caricature, katbanna واحد الفكره جيده جدا من الخارج هي داك الرسم اللي غادي يبان كيعري ولا كيعبر على الواقع الوغ باش ننجحوا واحد لا كاريكاتور نعرفوا خصنا نعرفوا نرسموا وتكون عندنا فكره مزيانه خاص هاد الجوج جوجهم لا بد منهم حيت on peut réaliser autant de versions qu'on veut d'une caricature sauf si on n'a pas le temps ou on l'a, tout peut changer. Si on doit avoir une signature dès le style ou il faut juste signer un dessin. Donc, on peut nouer la caricature. Et si on a le temps ou on a le temps, tout le monde a des questions. وإذا خصنا تكون عندنا واحد لا سيناتور ديجا باينه من الخط ديالنا ديال الرسم ولا خصنا نمضيو الكاريكاتور ديالنا حتى كيكون حتى كيجي الامضاء هادو اسئله حتى هما كيطرحوا راسهم alors ces études mentales chez le dessinateur ou la dessinatrice prennent souvent de l'intérêt avec le sens du progrès, avec l'expérience et l'évolution du trait aussi. Qu'est-ce qu'il faut garder et qu'est-ce qu'il faut oublier? Alors, هاد الدراسات ديال هاد الدراسات الداخلية في العقل ديال الرسام ولا الرسامة ديال الكاريكاتور ديما كياخدوا واحد ديما كيتناشوا في اتجاه التقدم مع الخبرة مع التطور ديال الخط حتى هو شنو خاص نخلي وشنو خاص ننسى باش في هاد المسائل هادو ديما كيطرحوا الفنان ولا الفنانة في بالو وباش نغنيو هادشي بوغ انريشير سولا Je dirais aussi qu'il y a un esprit du public qui joue un rôle. Il me semble encore le cas d'Alik, un le roi des mutaqabbil, c'est que tu joues un tour, ou je me rends ou la rage le casse. Si c'est un croyant ou une croyante, ou si une ou un caricaturiste est libre ou vit sous l'ombre de l'oppression, ou le caricaturiste. واش الرسام ولا الرسامة ديال الكاريكاتور هي حر هما احرار كيعبروا في حرية ولا في ظل واحد القمع سيليا دي ريفاليتي و دي زونكوراجمون واش كاين واحد المنافسات ولا كاين واحد التشجيع كنعرفوا بان كاين الناس كار جو كوني بلان دو بيرسون كي ساف بيان ديسيني mais n'ont pas le sens de l'humour ou ne savent pas produire des idées de l'actualité qui vont s'entendre parmi l'histoire. Et je connais personnellement des gens qui savent écrire, mais qui n'ont pas le sens de l'humour, ou le sens de l'humour. Et ils ne savent pas, par exemple, ابتداء من الاكتواليتي من الاخبار وفهمتي وما عندهمش داك او ما عندهمش داك الحس الابداعي اللي غادي ينتشر مع التاريخ اللي يبقى غادي معاه لواحد المده طويله لواحد الامد طويل بحيث انك اذا عاودتي شفتي واحد الكاريكاتور واحد المده دازت كتعرفي بان هذه طرات في واحد المده ولكن كاين ناس اللي ما عندهمش هذه القدره هذه انهم انستاليو داك الحس الابداعي ديالهم في طول الامد انك كتشوف هذيك الوقيته بحال اللي قال محمد قبل من هادشي ستان برودوي دو كونسوماسيون فهمتي عندها غير ديك الساعه ومن بعد
فوالا يلفو خاص تعاود ترجع لو كونتكست ديالها النطاق ديالها سي دونك ريلاتيف اي يلفو بروندر سا ان كونسيدراسيون اذا نعطيو لراسنا الوقت ولا نحبسوه باش نحسو بان داك الوعي راه خدام راه كيتخدم باش نوعاو بواحد الحاجه خاصنا نعطيوها الوقت ديالها نستوعبوها. السلام عليكم السي وهب السي وهيب كي داير خير امور تمام الوالده الاخو الاخت لا فامي الصغيره والكبيره كلشي مزيان رمضان كريم اخي والكاريكاتير اخي بالنسبه للكاريكاتير ككلمه وكفن وك مجال صحه تعلق بالصحافه اكثر من اي حاجه اخرى وقيت الظهور ديالو علاش بان وكيفاش الاسباب ديال كيفاش بان وما نقولكش منيا من الحرب العالميه ما نقولكش خلاص هو بادي من داك الوقيته ولكن اللي بقى في الذهن ديالي انا ومتعلق بالذهن ديالي هو اذا كنتي كتعرف واحد الشخصيه فلسطينيه تيقولوا لي عليه حنضله مولاه مات في هولندا جو بونس ولا في الانجليز مات مقتول اغتيله من طرف الموساد في الثمانينات بدايه الثمانينات الى بغى يفعني عقلي هاد السيد هذا خاي ولا نقول في الاواخر ديال الثمانينات بدايه ديال التسعينات جو بونس ما عنديش علم بالضبط الكاريكاتير اخي يتعلق بالدين ديالي انا عنده علاقه مع السياسه مباشره او ما هو سياسي او ما هو سياسه دوليه كاع ماشي حتى سياسه وطني لان في ديك الوقيته كما هو معروف كانت القضيه الاولى هي فلسطين وتحرير مهم في العالم وفلسطين بالضبط وهذاك السيد سبحان الله العظيم دار ديك الشخصيه وكان عنده واقع كبير وكان كيأثر كان كل شيء كيتسنى الشرق الأوسط كل شيء كيتسنى الإصدار ديال الشرق الأوسط باش يشوفوا هذاك في العالم ماشي في العالم زعما في العالم كامل ماشي في زعما في العالم العربي ولا حيت كان تيقيس واحد الحوايج في العالم كيقيس السياسة الدولية فهمتيني شي الكاريكاتير فين وصل يعني راه شي حاجه كبيره خلينا من الكاريكاتير اللي كتهضر عليا عليه في المغرب فمال راه هو من الاول مال من الاول ماشي بدا زوين وسلام لا من الاول هو مال ما عندناش اخي باش نكونوا واضحين والفن اون جينيرال فمال في المغرب ماشي هو هذاك ما غاديش هو هذاك الفن اصلا الفن اون جينيرال ماشي غير الفن الكلمه ما تحويه من مهاني الفن كلشي جميع انواع الفنون لا 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 الرسم لا هذا لا بزاف د الحوايج مهم احنا راه في المغرب اخي راه انت عارف تدخل على الفن كامل ما تهضرش على الكاريكاتير بوحدو اذا قلتي الكاريكاتير جزء من الفن يكفي هذا الشيء اللي عندي في دماغي ووقت كتعلق في الذهن ديالي بواحد الحوايج فهمتيني ماشي الكاريكاتير هكاك وتيبقى محبوس عنده بحال قلنا عنده واحد الميزه انه تجيك حتى الكاريكاتير السياسي بالمعنى هادشي اللي كاين اخويا واهب هادشي اللي كاين اخي انا داكشي علاش ما نشارككمش وهادشي علاش والله القسم الى الرص موجود بين يديك فهمتيني كيفاش هادشي علاش ما شاركتكمش اما هذيك القضيه اخي نرجعوا للكاريكاتير الكاريكاتير كبير ماشي اي واحد يجي يدير الكاريكاتير اخي الشريف خاص الانسان يكون ملم وعنده قضيه وعارف فين غادي اش ندير كاريكاتير على اي شخصيه زعما هذا وندير انا واش فهمتيني شنو بغيت نقول لك ما يسالش كاريكاتير شي حاجه كبيره بزاف باش تنهضروا عليها خاص لو نيفو اخي الشريف فهمتيني قلت لك انا المخ ديالي والدماغ ديالي والتفكير ديالي عنده علاقه بقات العلائق اللي دازت عليه هو انه هو هذا الكاريكاتير شي حاجه اخرى غير غير تخربيق من الاخر باش نكونوا واضحين في هذه النقطه هذه النقطه هذه راه هي هكا دايره الكاريكاتير عنده علاقه مع السياسه كي يخرج من السياسه كيولي تخربيق وكيولي شي حاجه اللي ما عندهاش معنى خصوصا السياسه اذا كانت السياسه الدوليه خلاص واذا كانت السياسه المهم الوطنيه تتبقى مهم في واحد النيفو كتبقى في واحد هذا هو اللي
كاين بعدا عندنا الصحافه وبعدا باش تكون عندنا الكاريكاتير بعدا ديال الصحافه هذا حتى نبقاو نطرحوا الاسئله ما غنساليوش اخي الشريف. وبالتالي غندير نقطه قلت لك كما قلت لك انا ما عنديش اهتمام بهذا وما مؤخر لان هذه هي الفكره اللي عندي هذه الفكره وتنتمنى تعجبكم لان هذه الفكره اللي عندي ما عنديش زعما شي فكره اخرى اللي نقدر نقولها لكم ما نعرف هادشي اللي كان اخي واهب ونتمنى تلقاك هاد الميساج على خير وبخير ونتمنى اني نكون شاركت معك كل شيء لانني قلت لك كيف قلت لك والله القسم الا دابا عاد غادي تكون الطاق راك عارف مشغيل وعارف الروينه اللي عندي ما عليناش اقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم ولكم رمضان كريم يا اخي باش ما تمنيت ان شاء الله يدوز هاد الغمه على خير وبخير السلام عليكم اخي.